الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله، وصحة رمضانكم. الوصفة تاع اليوم وصفة سهلة التحضير خاصة للعاملات، نص ساعة قبل الإفطار تقدروا توجدوها بكل بساطة. الليبولات تاع الدجاج بالحميصة بلا صوص طومات، صدقوني وصفة ولا أروع. تبعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفة الرائعة. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع هذه الوصفة اللي قلنا: كرات صدر الدجاج بالحميصة بلا صوص، يعني تجي وصفة ما شاء الله. عندي هنا صدار تاع الدجاج يعني شوية كبير، راهو دار لي كمية مليحة. عندي شوية حميصة، حبة بصل وحبة طماطش مسكرفجين. نحتاج معدنوش، شوية تاع الثوم، والتوابل اللي هما عندي هنا نص مغرف كبير تاع عكري، عندي الملح، فلفل كحل، شويه كمون، شويه برك ما نكثروش، عندي تابل خاص بالدجاج، وشويه راس الحانوت. نفس التوابل اللي رايح نديرهم في لاصوص رايح نديرهم للدجاج المرحي، نفس التوابل، برك هنا الكميه شويه صغيره. نحتاج طماطش مصبرة ثانية اللاصوص، حبة بيض وشوية على شابلور للدجاج. دوك وطبعا عندي السمن والزيت. دوك نبداو على بركة الله في تحضير اللاصوص أولا، من بعد ندورو للدجاج. بسم الله، دوك في الطاجين رايحة ندير زوج حتى ثلاثة مغارف تاع الزيت. ندير نص مغرف تاع سمن، ندير البصل. دوك اذا بلي سمن راح ندير البصل يتخلى هو الاول. هكذا نخلي البصل حتى يذبل شويه، وكي تقلى لي مليح البصل رايح نزيد طماطيش، نزيد شويه تاع الثوم، نخلي شويه للدجاج. هكذا نخلي الثوم يتقلى شوية مع حتى نقص النار. في نفس الوقت رايحة ندوز للدجاج المرحي، رايحة ندير فيه شوية تاع الثوم، منديرش هنا البصل، البصل درتو برك في لاصوص. عندي هنا حبة تاع البيض، ندير شوية معدنوس، شوية نديرو في المرقة. ندير التوابل تاع الحشو، عفوا تاع لي بولات، قلت لكم التوابل اللي نديرها في اللي نديرهم في المرقة درتهم هنايا. عندي هنا ثلاثة مغارف تاع لاشابلور، ندير حوالي زوج مغارف كي خصني نزيد. هذو هما التوابل تاع المرقة، قلت لكم عندي هنا عكري، عندي شويه ملح، فلفل كحل، تابل خاص بالدجاج، شويه برك تاع كمون، وشويه تاع راس الحانوت.
قال حالك هم مليح مع البصل والطماطيش، نخليه يتقلى شويه بيد ما نجي نوجد لي بوله تاع اللحم. نزيد نص مغرف تاع طماطيش مصبره، نزيد هنا مغرف نص مغرف تاع الزيت. هاديك جا مغرف، قلت ندير نص برك، شوية تاع الزيت. دوك نستعمل يدي باش نحرك كامل هذه اللوازم كيف كيف. دوك نمرق بالطاجين تاعي، من بعد نستعمل يدي باش نحرك الحشو هكذا. دوك نمرق بالماء سخون طبعا، بسم الله، ما نديرش بزاف الماء، قيس ما يطيبوا لي لي بولات برك، خاطرش الحميصة راهي طيبة نديرها، خاطرش لي بولات تاعي الدجاج ما يدولناش وقت بزاف في الطياب. قيس ما نوجدهم نقليهم، بعد نديرهم قبالة في لاصوص. بسم الله، دوك نحرك كامل اللوازم هادو بيدي. وصفة يعني توجد من قبل الإفطار بنص ساعة نوجدوها، يعني سهلة التحضير. نزيد المغرف الثالث هذا تاع لاشابلور، نتوما تشوفون بعد القوام هذا تاع الدجاج كيفاش راهو، يبان لي شويه جاري. دوك نزيد له مغرف، نزيد مغرف تاع لا شابلور هكذا، يجيني سوا سوا. نوليك هكذا، دوك راهو ما شاء الله راهو مليح. بعد ما كملت هوليك حركت كامل الدجاج مع التوابل والحشيش والمعدنوس طبعا، ضروري تغسلوا يديكم باش هكذاك لي بولات يجوكم شابين، ضروري تغسلوا يديكم مليح، تمسحوهم كامل من الماء، من بعد تبداو تشكلوا الكرات تاعكم. بسم الله، نديروهم شويه، ديروهم شويه صغار ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف، نديروهم متوسطين هكذا. هاديك انا رايح نكمل كامل الكميه هذه اللي عندي، بعد نولي لكم ان شاء الله. هم ليك ذوك لي بولات تاع الدجاج بعد ما كملت كورتهم كامل، رايح ندير في مقله. بسم الله، ندير شويه تاع الزيت، مع نص مغرف تاع مارغارين او زبدة اي حاجة عندكم. ايه
شكرا يا حنق لي الكرات تاع الدجاج. انا من قبل ما نزيد نديرهم في المنعود نعاود نسقمهم مليح قبل ما نديرهم في المقله، خاطرش كي نحطوهم هكذاك في الصحن شغل يتقلاطاو شويه. بصح كي نروحو نديروهم لازم هكذا نعاودو نكوروهم شويه. دوك هنا كيما راكم تشوفوا لي بولات راني حمرتهم مليح، ضو هذا اللون شباب. دوك مباشرة رايح نديرهم في بلاصتو. هكذا نحيهم من المقلة قبل نديرهم في بلاصتو. هكذا كيطيبوا واحد لربع ساعة، خاطرش هنا راني حمرتهم برك ماشي طابو. هنا في لاصوص راح نخليهم هكذاك واحد لربع ساعة حتى لعشرين دقيقة يطيبو، من بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله. مليك ذوك لي بولات تاعنا طابو مع الحميصة راهي كي الزبدة الله يبارك. ولاصوص شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله ثقيلة وعقدة. دوك مبقى لي غير نزيد للوصفة تاعي شوية تاع مادنوس، نطفي عليها من بعد نعاود نولي لكم باش تشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. دوك هنا راني ندير شويه تاع الفريت اللي راح نرفق بها الطبق، من بعد نولي لكم ان شاء الله. الوصفه تاعنا راهي حاضره امامكم، ولات زوج وصفات صدقوني. يعني هذه الوصفه ما شاء الله درت بهذا لاصوص تاع لي بولات تاع الدجاج بالحميصه بلاصوص، درت معها الرز. نقدروا ناكلوا هذه الوصفه بالرز، يعني تجي ما شاء الله بنينه واحد البنه ما تصوروهاش. وثاني درت بليفريت، نقدروا ثاني ناكلوها بليفريت. هاد لاصوص مع الرز ولا مع ليفريت صدقوني واحد البنه ما شاء الله. جربوا هذه الوصفه اكيد ما رايحينش تندموا ان شاء الله، انها فعلا وصفه تستحق التجربه، خاصه وانه لي بولات هذو تاع الدجاج يجوا طريين يجوا بنان مع الثوم مع الصدر تاع الدجاج، صدقوني وصفه ولا اروع. جربوها اخواتي بهالطريقه اكيد ما رايحينش تندموا ان شاء الله، لانها فعلا وصفه تستحق التجربه. ما تنسونيش بلي جمله فيديو ابوني للقناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى مع فيديو اخر فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ، وصحة فطوركم.